أعربت فرنسا عن اعتراضها على تصريحات اعتبرت أنها مبالغ فيها ولا أساس لها للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة. ونددت اللجنة بما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة. ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن أي إجراء للتمييط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا، مشددة على أن مكافحة تجاوزات التدقيق المرتبطة بالملامح أصبحت كثيفة.